لو سألتني متى هلك فرعون سأقول لك حين ولد موسى عليه السلام، ومتى هلك النمرود حين ولد إبراهيم عليه السلام، ومتى فتحت القدس حين ولد صلاح الدين. بني هذا الكون على نظام وذلك جماله، وأجري على قوانين وسنن وذلك جلاله. ولأن ربي عز وجل لطيف لما يشاء، فإنه يسبب الأسباب ثم يجريها لإمضاء إرادته الجميلة الجليلة. لقد أراد إهلاك فرعون فخلق موسى، وبين ولادة موسى وإهلاك فرعون سنوات من العذاب والألم والتمحيص لموسى ومن معه، وسنوات من الطغيان والظلم والتجبر من فرعون ومن معه. قد تتجلى أسباب سنن الله عز وجل في عيني هدهد يخبر عن امرأة تملكهم، أو أسنان دابة تأكل منسأة، أو لحم بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أو بطن حوت تؤوي نبيا ينادي في الظلمات، أو ولادة مولود يذل الله به من استذل قومه. ملكه وخلقه وقوانينه وسننه ونظامه، كل شيء عنده بمقدار، ولا راد لمشيئته، وهو جل وعلا لا يعجل بعجلة أحدنا. قد يلوح لك النصر حتى لا يكون بينك وبينه إلا أن تمد يدك فتقطفه، ثم يصرفه الله عنك بك ليبتليك. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قد تتخبط في أمواج اليأس حتى لا تجد قشة تتعلق بها، ثم يخرج لك الله من معين الغرق قارب نجاة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. أسباب لسنن، وسنن تهيأ لها الأسباب، لا عبث هنا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ليس مطلوبا منك إلا الفعل، إن فعلت فقد انتصرت. لم ينهزم أصحاب الأخدود رغم فنائهم، ولم ينتصر صاحب الأخدود رغم بقائه. أنت لا تعرف أين يكمن النصر ولا أين تكمن الهزيمة. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يهولنك بطش الظالمين، فما هي إلا طرفة عين حتى ترى الظالم يردي ذاته بذاته، ويسعى الظالم بعقله إلى حتفه. لا والله، لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثة، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. هكذا تكبر أبو جهل، أراد يوم زينة فأعطاه الله إياه، فانتهى جيفة عفنة في بئر بدر. بعد أن نهشته سيوف معاذ ومعوذ رويعي الغنم رضوان الله عليهم أجمعين. أفضل ما في النفس يغتالها، فنستعيذ الله من جنده، ورب ظمآن إلى مورد، والموت لو يعلم في ورده. لن تنهزم إلا إذا أردت، ولن تنتصر إلا إذا أردت. ودعك من المقاييس البشرية للنصر والهزيمة، ليس مطلوبا منك أن ترى النصر، مطلوب منك أن تحاول صناعته. فإن رأيته شفاء للصدور، وإن عجلت دونه فقد أعذرت أمام ربك. قدرك ما لم تبلغ، فإذا بلغته
فاعتقد غيره، واعلم أن وهم النجاح كوهم الفشل كلاهما فشل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. إلى الفردوس الأعلى يا شهداءنا وأبطالنا وشرفاء أمتنا. فهنيئا لكم صبركم وصمودكم واستشهادكم، وتقبلكم الله وغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا وهواننا وإسرافنا في أمرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أريدك أن تستمع لهذه القصة وكأنك تعيش أحداثها بالتفصيل، وتمثل دورا فيها وترى موقعك في أطوارها. بعد غزوة بدر أصبح كفار قريش مثخنون، ومرغ الإسلام كبرياءهم في التراب، وقتل أبرز رؤوس الشرك فيهم. ولذلك لم تكن معركة أحد مجرد جولة ثانية من صراع الحق والباطل، فقد كانت تعني الثأر لقريش. أما المسلمون فقد كانوا على موعد مع واحد من أبلغ الدروس في تاريخ الإسلام. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يلتف بفرسانه من وراء الجبل ويصبح المسلمون بين فكي كماشة، فوضع 70 من الرماة على الجبل وأصدر إليهم أمرا عسكريا واضحا: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا. وبدأت المعركة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وذاق المشركون بعض الذي ذاقوه في بدر، فر جنودهم فتبعهم المسلمون. ثم ظن الرماة على الجبل أن الأمر انتهى، فنزلوا يريدون حظهم من النصر والغنائم. عندها حدث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه: التف خالد بفرسانه وصار المسلمون بين فكي كماشة، وتحول نصرهم إلى هزيمة. بعدها تعلموا الدرس البليغ: هذه الأمة لن تحقق النصر ما لم تلتزم بأوامر نبيها وقائدها. فإن كانت غزوة أحد قد انتهت، فإن مهمة الرماة الذين يحفظون ظهور المسلمين لم تنتهي بعد. فطوبى للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله وتخصصه، طوبى للقابضين على الجمر، رافض الانحناء والتلون. كلما وهنوا قليلا سمعوا كلام ربهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتعزوا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم: راقبوا مواقعكم ولا تبرحوا أماكنكم. لكل الأمهات اللواتي يربين أولادهن على الصلاة والصيام والأخلاق: أنتن تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن. والآباء الذين يسألون أولادهم عن جزء في سورة الذاريات كما يسألونهم عن علاماتهم المدرسية: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. المدرسون الذين يؤمنون أن هذا الجيل إذا تربى جيدا يمكن أن يخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مرة أخرى: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. الموظفون الذين يؤدون أعمالهم بمهنية وضمير ويراقبون الله قبل مدرائهم: لا يدخلن الفساد منكم أنتم، ولا تؤخذن الرشاوي منكم أنتم. ولو كنتم ممن يتخذون القرار فاتخذوا القرارات التي تنبغي لمرضات الله عز وجل ولو على حسابكم. أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. المهندسون الذين يشيدون الجسور ويشقون الطرق دون غش واحتيال وصفقات مشبوهة: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم. فتيات الحجاب والعفة اللواتي يربين أنفسهن استعدادا لتربية أولادهن وتربية الأجيال القادمة: أنتن تحمين ظهورنا فلا تبرحن أماكنكن. شباب صلاة الفجر ومجالس الحديث ودور القرآن: أنتم ترسانة الإسلام الأفتك والأقوى، وأنتم صفوة هذه الأمة فلا تبرحوا أماكنكم. كل واحد فينا لو تأمل موضع قدميه لاكتشف أنه جندي لأجل هذا الدين ولأجل هذه الأمة، وأنه لو حارب بشراسة وأمانة فإنه سيسد ثغرا مهما ويدفع خطرا عظيما. كل واحد منا في مكانه الذي وضعه الله فيه وألقى على كتفه مسؤولية وأمانة، فراقبوا مواقعكم ولا تبرحوا أماكنكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.